التفسيرات النفسية psychological views، رؤية الإبادة annihilationism، وأحيانا بيطلق عليها رؤية الخلود الشرطي conditional immortality، اللي أنصرها بيشوفوا إن المعاقبين هيعدموا من الوجود تماما بلا وعي إلى الأبد. تحت التصور ده طبيعة الجحيم مختلفة تماما، لأن من الممكن تصور إن بمجرد إن الله يعدم الفرد وجوده لن يصبح من الممكن له أن يوجد مرة تانية. الإبادة annihilation حالة دائمة، لكن أنصار الرؤية دي بيختلفوا في أسباب الله وراء إبادة الخاطئين والعصاة، وبيشوفوا إن الإبادة دافعها مش العقاب لكن على العكس حب الله للخطائين. طبقا لوجهة النظر دي مصير العاصيين النهائي لا يحتوي على معاناة عذاب أو عقاب، لأن الفرد ملوش وجود بالمرة. لكن من الممكن إن الله يضع الإنسان العاصي في مرحلة مؤقتة من المعاناة والعذاب النفسي كافية لمحاسبتهم عن خطاياهم قبل ما ينهي عذابهم ومعاناتهم بإبادتهم تماما من الوجود. فكرة الإبادة مشتقة في الأساس من عقيدة لاهوتية تقليدية، وهي الحفظ الإلهي Divine Conservation، اللي بتقول إن وجود كل الكائنات بيعتمد في الأساس على حفظ الله لوجودها، وبالتالي بتوجد فقط لو كانت مرتبطة بالله بصورة ما. لكن بما إن جهنم انفصال تام عن الله، إذن حالة جهنم هي حالة إبادة وانعدام بالدرجة الأولى. رؤية حرية الإرادة Free Will View، اللي أنصرها بيجادلوا إن الله بيودع العصاة النار مش كنوع من العقاب، ولكن كاحترام للاختيارات اللي صنعوها بإرادتهم الحرة. تحت الرؤية دي جهنم مصدرها الحب الإلهي مش العدالة الإلهية. طبقا للنظرية هدف الله في الخلق هو تحقيق علاقة حب حقيقية صادقة بين الله والبشر وما بين البشر وبعضهم البعض، لكن الحب علاقة من الممكن وجودها فقط عند البشر حرة الإرادة، وبالتالي الله أعطى البشر حرية في عالم الفناء علشان يختاروا بأنفسهم إن كانوا حيقبلوا محبة الله أم لا عن طريق اتباع قوانينه، وأن يصبحوا البشر الطيبة اللي أرادهم الله عند خلقه. الإنسان حر تماما في صناعة قراراته اللي بتشكل شخصه الأخلاقي، إزاي بيفكر يتصرف أو يشعر في المواقف المختلفة. الإنسان اللي بيصنع من شخصه شر بيعاني نفسيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن في الحياة الآخرة الناس بتبقي على نفس الشخصية الأخلاقية اللي صنعوها في الدنيا، وبالتالي بتصبح طبيعة العقاب والمعاناة في جهنم على الأقل البقاء للأبد مع الشخص السيء اللي صنعه الإنسان من نفسه. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ليه الله ما يعدلش شخص العصاة بعد ما يموتوا، فبدل ما يظلوا سيئي الشخصية يصبحوا طيبي الخلق محبين لله؟ البعض رد ان تغيير زي ده هيكون جوهري وجذري في شخصية الفرد، بيصبح من خلاله صعب الحفاظ على هوية الانسان عبر الزمن. ارجع لحلقة استمرارية الهوية عبر الزمن. نفس الشخص اللي هيتغير شخصه ويصبح طيب ويدخل الجنة هيكون هو نفسه الشخص العاصي صاحب المعاصي في الدنيا. بكل تأكيد ده مش هيكون تطابق رقمي في الهوية numerically identical، بسبب الاختلاف الكبير في طبيعة الشخصية الأخلاقية. لو الله تدخل وغير من شخص الفرد وكأن الله أباد الفرد واستبدله بإنسان آخر مختلف في هويته الرقمية عن الإنسان الأول. لكن اعتراض على الرد ده هو إن الله كامل القدرة، بكل تأكيد قادر على تحويل شخص شرير في عملية تحول تدريجية لشخص طيب يحتفظ خلالها بهويته. لكن الرد على الاعتراض ده من أنصار رؤية حرية الإرادة هو إن فعلا الله قادر على هذا الفعل، إلا إن التحويل الإلهي ده غير متسق تماما مع خطة الله، لأن بتحويل الله العصاة لقديسين أصبحت علاقة حب هؤلاء الأفراد مع الله غير حقيقي أو مصطنعة، أو بصورة أخرى أزيل منها عامل الصدق. على نفس صورة رؤية الإبادة، بعض أنصار رؤية حرية الإرادة بيشوفوا إن المعاناة والعذاب قد يكون مؤقت وبعدها الله حينهي وجود الفرد تماما، أو البعض الآخر اللي بيشوف إن المعاناة والعذاب قد تكون أبدية. الرؤية الأخيرة هي الرؤية الشمولية Universalism،
اللي لا تعد رؤية عن طبيعة جهنم، لكنها رؤية كونية من المهم مناقشتها عند التعرض لفكرة نهاية الكون. الرؤية بتقول إن كل البشر مصيرهم النهائي هو النعيم مع الله في الجنة، أحد صور الرؤية الشمولية الضرورية Necessary Universalism، اللي فيها من المستحيل إن أي فرد يظل منفصل أبدياً عن الله، بالضرورة الكل ناجي. أو في الشمولية المشروطة Contingent Universalism، من الصحيح إن البشر من الممكن إنهم يستخدموا حرية إرادتهم في رفض الله إلى الأبد، إلا إن في الحقيقة محدش هيعمل كده، والكل هيقبل محبة الله في نهاية المطاف. ومن المتسق مع الرؤية الشمولية إننا نقول إن كل البشر هيدخلوا الجنة بعد موتهم مباشرة، إلا إن معظم الشموليين في محاولة منهم لتوظيف تحذيرات جهنم المتكررة في النصوص المقدسة بيصروا إن كتير من البشر هيمروا بمرحلة مؤقتة من المعاناة، العذاب والعقاب بعد موتهم قبل ما ينتهي بيهم الحال في الجنة. الفترة المؤقتة دي في جهنم من الممكن رؤيتها على إنها عملية تطهير purgatory، بدافع من العدالة الإلهية كما في الرؤية التقليدية، أو بدافع من الحب الإلهي كما في رؤية حرية الإرادة. إشكالية جهنم The problem of hell. المتشككين في وجود الله وضعوا حجتين ضد وجوده بناء على فكرة الشر، إشكالية الشر المنطقية وإشكالية الشر الدلالية. ارجع لحلقة إشكالية الشر. في الحجة الدلالية من الصعب تصور عالم خلقه كائن بالضرورة كامل الكمال المعرفة والمحبة، مليء بكافة صور العذاب المعاناة والشر الموجودة في الكون. وبالتالي بالرغم من إن الشر الموجود في العالم لا يعني بالضرورة عدم وجود الله منطقيا، إلا إنه بيعد كدليل ضد وجود الله. أما في وجود الحجة المنطقية من المستحيل تواجد كل من الشر وإله كامل الكمال معا، وبما إن معظم الأنظمة الدينية التقليدية بتقر بوجود كل من الله والشر، إذن طبقا للصورة المنطقية من الحجة بتحتوي على تناقض داخلي.